c'est un feu qui s'est déclenché de 4 à midi 11. Les communes qui ont été touchées la première fois, c'était la commune de Tamza. En bas de l'extension du feu, il a touché le... المساحة الجبلية تمثل 18% من المساحة الإجمالية للولاية منها 146 ألف هكتار هي مساحة غابية بالنسبة للم... وكنت حسيت مع السيد الوالي كل المشاكل هذه اللي تكلمتوا عليها بالنسبه للبراج بالنسبه للمسالك بالنسبه للبواندو الى اخره كل هذه كنت تناقشت معها ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله ويكون الامكانيات نسخروا الامكانيات اللازمه الماليه اللازمه ان شاء الله ونعاونوا المنطقه هذه ولا تعرفوني ماهوش تاع كلام مجرد كلام.